ما حدش فيهم يروح. عايزكم كلكم النهارده. حاضر. خد الشاي ده وهات الشاي اصطف. ماشي يا ريس. يلا يا صاحبي، قالت لك ايه بقى لما قلت لها كده؟ والله ديبو ما استنيتش اسمع حاجه، نزلت على طول. دي ست غبيه. مش عارف يا اخي، الست دي وانت بتكلمني عنها بحس انها متورطه زيها زينا بالظبط، بس في ايه وازاي مش عارف. مين اللي متورط يا صاحبي؟ دي وزيره يا تحت ايديها يمين وشمال، تعرف تفك نفسها في اي لحظه. بالعكس يا صاحبي، اللي زي دول العم تبع عليهم، لو اتربطوا ما يعرفوش يفلفصوا ولو بالطبل البلدي، زي صاحبنا اللي مرزينا. شكله كلمك تاني. بعت لي السن، عايزنا في عمليه جديده. عمليه جديده تاني؟ اديته السكه طبعا. طبعا يا معلم. يلا نفسه. مش عارف يا مين. لازم نأمن نفسنا اليومين اللي جايين دول، محدش عارف الدنيا فيها ايه. متقلقش يا صاحبي، سيب على الله خير ان شاء الله. ايه بتكلم يوسف ولا ايه؟ اه. اكلمه بقى، مره ما يردش ومره تليفونه مقفول، زهقت يا اخي منه. مش عارف يا اخي، الواد ده مش مظبوط اليومين دول، من ساعه الجوازه بتاعت الزمالك دي. والله انا كمان حاسس كده، بس انا مستني روقه ونفضله ونزنقه، نشوف حكايته ايه. اما نشوف. يا فندم انا بقالي كتير جدا شغاله على الموضوع ده، والبنات واهاليهم موافقين على النشر، وجبت شهود وكل كلام موثق، ممكن اعرف حضرتك معترض على ايه؟ يا امينه انا كلامي واضح، التحقيق من حيث شكله الصحفي لا غبار عليه. يا استاذ ابو بكر، دي برامج التوك شو بقت اسخن من تحقيقات النيابه. كل واحد قاعد لي على كنبه بيته وعمل نفسه قاضي. تقصدي ايه؟ قصدي ان منع نشر مواضيع معينه والكلام ده خلاص كان ايام زمان. دلوقتي بقى كل ورقه كوتشينه مفروض على الترابيزه، ليه حضرتك عايز ترجعنا للايام دي تاني؟ انا اسفه يا استاذ ابو بكر، بس انا مصره على النشر. وانا مش هقدر اقف قدام اصرارك. اتفضلي انشريه، بس مش هنا. انت كنت فين كل ده؟ انا كلمتك كتير جدا وانت برضه ما بتردش، انا قلقت عليك. معلش يا في حاجه حصلت؟ في حاجه حصلت صح؟ لا ما حصلش حاجه. طب ما جيتش ليه؟ ما جيتش ليه؟ انا فضلت طول الليل مستنياك، كلمتك مليون مره وانت برضه ما بتردش، اكيد في حاجه حصلت. لا ما حصلش حاجه زي ما بقول لك، انا جيت امبارح فعلا وفضلت واقف تحت ما قدرتش اطلع. يعني فكرت لحظة كده لو حطيت نفسي مكانك هبص لنفسي ازاي؟ يعني ايه؟ مش فاهم. لا انت فاهمة يا غالي، بس عشان بتحبيني بتفوتي وبتسامحي وبتركزيش في الحاجات دي. ايه بقى الحاجات دي؟ كلام الناس. الناس اللي هتقول انها اتجوزت اللي بيشتغل عندها في البازار. انا بشتغل عندك. ومش بس كده، اتجوزتك بلوشي وقاعد في بيتك كمان. الكلام اللي انت بتقوله ده، احنا من امتى بنركز في كلام الناس؟ يوسف انت اكتر واحد علمتني ما ركزش مع الناس ولا افكر في اي حاجه هما بيقولوها. ما تجيش دلوقتي بعد ما ارتحت واتبسطت تعمل عكس اللي انت علمته لي. الموقف اللي انا فيه ده صعب، صعبة قوي يا غالية، عشان كده أنا خدت قرار، أنا مش هنزل الشغل تاني، وأول ما شقتي تجهز هننقل فيها فورا، أنا مش هينفع أقعد معاكي هنا. غالية أنا بحبك، بس ده ما ينفعش يجي على كرامتي، ما ينفعش يتقال عليا جوز الست. الكلام اللي أنت بتقوله ده، كل الكلام اللي أنت بتقوله ده أصلا مش مظبوط. عارف ليه؟ عشان أنا وأنت خلاص بقينا واحد. كرامتي كرامتك يا يوسف، وانا مستحيل اخلي حاجه زي دي تحصل، مستحيل. يعني انت تفتكر اني اخلي حاجه زي دي تحصل؟ بص بقى، هنخش دلوقتي نتغدى، هتاخد الشاور بتاعك وعشان خاطري بليز ما تبوظش اول يوم لينا مع بعض بليز. القمر اللي استحمى ده وبقى فله، صرحتك انعكشه تاني؟ اه انعكشه. اي شقاوه وخلاص انت، اه انعكشيه، اي شقاوه. قمر. مين العسل ده يا بنتي يا موح؟ ايه يا بنت ده اخره صبر؟ ده رامي، مش فاكره رامي؟ هو ده يتنسي؟ رامي ابن اسمها ايه؟ ايوه غاليه. ده عسل قوي، طب ما تجيبيني العب بيه شويه. امشي يا بنت ادخلي جوه، لعبت عليكي نفسك، انا العب بيه قال، ده حبيبي ده.
وعبير جوجو والرايق كمان. يا اختي حافظ الفاموليا كلها. بس يا بنت هتوسخي له ودانه، الواد حرام عليك انت ودانه نظيفه. ادخلي يا بنت بالتوم اللي انت ماسكاه وخلاص، ادخلي. قول فاموليا يا واد. فاموليا فاموليا فاموليا. اهي باظت اهي. فاموليا فاموليا. وانا قلت حاجه غلط لا سمح الله. بقول لك هلعب في البورصه. يا سلام، هتلعب في البورصه مره واحده يا سيكا؟ حاول الله، انت مش عايزاني اشتغل؟ وهي دي شغلانه؟ مالها؟ ما كل رجال الاعمال ازاي بيشتغلوا في البورصه. وانت تعرف رجال الاعمال بيشتغلوا فيها ازاي؟ ولا انت اصلا عندك اي باك جراوند عن الموضوع؟ هو كل واحد بيطلع من بطن امه وفاهم في كل حاجه، ما هو بيتعلم. وبعدين اهدي عليا بقى يا اروى. طيب خلينا نبقى متفقين انك انت ما بتفهمش فيها، وده معناه يا سيكا انك هتخسر كل فلوسك، لان حتى رجال الاعمال شخصيا بيخسروا كل فلوسهم فيها. انت ليه بتحبطيني كده؟ هو انت مستكتر تشتغل يا سيكا؟ ابدا، بس انت عارف البلد ما فيهاش شغل، وحتى لو فيها شغل عاوزاني اشتغل مع حد وهي مسطوره معايا، وبعدين ده يتنطط عليا وده يقول لي ما اعرفش ايه، على ايه كل ده؟ الشغل مش عيب ابدا، وانا قلت لك 200 مره انا مش هقدر ارتبط بواحد عاطل. تاني عاطل؟ انت هتجننيني. الشاي، الشاي يا حبيبي. ايه ده؟ انت سرحان في ايه هو؟ ها؟ مالك في ايه؟ طب ما يلا يلا نلحق الاسمه ايه ده قبل ما يبرد. ايه ياما؟ هو ايه ده اللي يبرد؟ الحب، الحب يا واد. يا ياما الحب. يا قولي لي ياما، لما ابويا جه اتقدم لك زمان لو كنت انت من دنيا غير دنيته خالص كنت هتعملي ايه؟ بسم الله الحفيظ، دنيا تانية غير دنيته يعني ايه يا واد؟ جنية يعني؟ جنية ايه ياما؟ انا قصدي يعني مستوى تاني، بنتها كابر فوق فوق قوي ياما. وهو انا اللي بنت كلب يا واد؟ ياما ما اقصدش، لو انت كنت كده فعلا ايه اللي كان هيخليك ترضي بيه؟ وهو كحيان ومقشفر يعني؟ بالظبط. القلب وما يريد يا حبيبي. بس النصيب، النصيب يا ديبو اللي يخلي البنت من دول اول ما يجي عدلها تقول هو ده اللي هقضي حياتي معاه. طب والنصيب ده ياما ما بيفرقش معاه الفلوس؟ خدوهم فقر يا ديبو والله، واللي ما معهوش النهارده يا ديبو ما تعرفش بكره ربنا رايد له ايه. اوعى اوعى يا حبيبي تحس انك قليل، ده انت راجل وجدع. لو بصيت حواليك اليومين دول تلاقي الجدعانه شحه، والبت الجورنالجيه دي شارياك. واوعى يا ديب واللي يشتريك اوعى تفرط فيه ابدا، ده نمر وعارف كده. يا رومي تنزل من غير ما تقولي وكمان تلعب مع العيال اللي في الحته دول؟ اخصى عليك ما تعملش كده. بص هدومك بقت عامله ازاي. كنت بلعب مع حمو. لا حمو ده عيل معفن، مش عايزه اسمعك بتقول اسمه تاني، واهله كمان معفنين. عيب يا بنت، ما تهزيش اهل حتتك قدام الغرب، ما يصحش كده. وبعدين انت عاوزه تحبسي الواد، ما تسيبيه يلعب مع العيال المعفنه عشان يتدردح ويبقى صايع. وبعدين هي مش دي الديمقراطيه اللي انتوا بتقولوا عليها؟ المعفن يلعب مع النظيف؟ يا اختي ما تحبكيهاش بقى. اسمها ما تعرضيهاش زازه. اسم الله عليك، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. فرحانه قوي بيه. اسكتي ياما، ما تقولش الكلام ده تاني كده، غلط يا حبيبي. مش عايزاك تلعب مع العيال دول تاني. وبعدين انت شكلك حلو وقمر، بتلعب مع دول ليه؟ لا ده انت بقى اللي ما تعرضيهاش. انت عارفه مين وهو صغير قده كده؟ هو كان معفن اسم الله عليه حرصه وسقيه. دلوقتي شوفي بقى ايه. اسمع في ايه؟ تشد على كده ليه؟ شد على الواد ده ايه؟ نزل يلعب مع العيال المعفنه اللي في الحته، عاجبك كده؟ طب ما بالراحه في ايه؟ يا رامي ما تنزلش تعمل عيال من غير ما تقول سوري. اهو انا بقى مش عايزه اسمعك بتقول كلمه سوري دي تاني. يا بنتي سوري دي يعني اسف، وقال حاجه وحشه. ما انا عارفه ان سوري يعني اسف. ايه شايفني جهله ولا ايه؟ انا مش عايزاه يقولها عمال على بطال. ماشي يا رامي ما تنزلش بعد كده من غير ما تقول. ماشي؟ شاطر. انت بتعملي ايه؟ هتنزل تاني؟ بتاعك ملزقه يا اخويا. انت متضايق مني؟ نعم انا خايفه عليك انت قمر، ده انت تتخطف تحت. ده ايوه هم معفنين ومقرفين. طب حتى ريحتهم وحشه. حمو حمو وحشه ولا لا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. حضرتك الاستاذ موسى الرايق؟ ايوه. انا سواق معاه الوزيره فريده الوكيل. خير؟ معاه الوزيره طلبت قبلك دلوقتي، وانا جاي عشان خاطر اوصلك ليها. طيب ماشي، استني 10 دقايق انا هلبس واجي وراك. طب هستناك تحت في العربيه. اقعد اشرب شاي على القهوه، انا جاي وراك على طول. طيب ماشي هستناك تحت. لا انا جالي شغل مفاجئ بس كده في اسكندريه. ها؟ لا مش هرجع النهارده، احتمال ابات. طيب حبيبتي خلي بالك من نفسك.
لازم اروح بدري. باي باي. ايه؟ مش تقوم بقى تاخد شاور وتغير هدومك؟ على فكره مش مصدق احنا خلاص اتجوزنا وبقينا مع بعض. ايه؟ يعني حاسس ان في حاجه كده لسه مش مخلينا مع بعض. تاني؟ هنتكلم في نفس الموضوع تاني، ممكن نقفل الموضوع ده دلوقتي وانا هعمل لك كل اللي انت عايزه؟ مش قصدي الموضوع ده غالي. ايه تاني؟ موضوع الاوتيل. ايه؟ غالية، أنا من أول مرة شفتك فيها وأنا قررت إنك تكوني بتاعتي، ملكي أنا مش ملكي حد تاني. راقبتك ومشيت وراكي، كنت عامل زي ضلك وعرفت بتقابلي مين وبتروحي فين، ولما عرفت موضوع الأوتيل ده كنت عايز أطلع الأوضة بنفسي وأجيبك من شعرك وأقول لك حرام اللي بتعمليه في نفسك وبتعمليه فيا ده، بس مرضتش لأني كنت عارف إن الموضوع ده مش هيجيب نتيجة معاكي. فبلغت البوليس وقلت لهم على كل حاجة. إيه؟ أنت اللي بلغت البوليس يا يوسف؟ أيوة يا غالية، أنا اللي بلغت البوليس. كان لازم الألم يبقى جامد على وشك عشان تحس بيه، لأن لو كنت اتكلمت معاكي أو حاولت أقنعك ما كانش هيبقى فيه فايدة. طب ازاي؟ ازاي تعمل فيها كده؟ أنا عملت كده علشان بحبك، عشان بحبك وخايف عليكي من نفسك. مش عارفه اقول لك ايه، انا بجد مش عارفه اقول لك ايه، مش قادره اصدق ان انت اللي عملت فيا كده. ايوه يعني انا مش فاهم بصراحه الورق دوت اعمل بيه ايه. بص يا ابو حميد، احنا شباب زي بعض واكيد هنقدر بعض كويس. تمام. اللي حصل لك ده مش هيعدي بالساهل واحنا لازم نجيب حقك. ايوه طبعا. هتجيبوا حقي ازاي بقى ان شاء الله؟ الاستاذ مجدي صابرين المحامي هو اللي بعتني ليك. كل اللي هتعمله هو توكيل عام بالقضايا، واحنا هنحرك دعاوى قضائيه علشان نجيب لك تعويض مناسب. ده عينك اللي راحت يا بطل مش اي حاجه. اتفضل يا ابو حميد. دي فلوس لزوم المصاريف، العيشة بقت صعبة. معلش اعذرني انا بستفهم منك يعني. اتفضل. دلوقتي الناس اللي مرفوع عليها القضية ديت ممكن يكون ليهم ذنب في الموضوع وممكن ما يكونش ليهم ذنب في الموضوع. أكيد. انا ما اعرفش، الله اعلم. الاستاذ مجدي صابرين. صابرين. الاستاذ مجدي بتاعك وصابرين دوت هيجيب لي عين اللي راحت دي ازاي يعني؟ بص يا ابو حميد، انا لو وريتك عدد التوكيلات اللي معايا في الدوسيه ده مش هتصدق. كلهم شباب زي الفل زيك كده، ابطال اللي فقدوا عينيهم واتصابوا واتبهدلوا. ايوه يعني والاستاذ بتاعكم دوت بيعمل كل ده ليه يعني؟ لوجه الله، وهو عاوز ينظف البلد، عايز كل واحد في البلد دي ياخد حقه، عشان كده هو مرشح نفسه للرئاسه. رئاسه؟ طب مش تقول كده يا باشمهندس من الصبح. خد يا شوق. يا اسطى بقول لك ايه يا باشمهندس؟ اتفضل. ايه رايك في الفكره اللي انا قولها لك دي؟ ما تيجي نعمل توكيل للاستاذ مجدي صابرين بتاعك دوت للعين التانيه اللي لسه ما راحتش. ها؟ وبالمره نمشي في الشوارع ونرفع صوره ونكتب باسمه ونقول بيب بيب صابرين، بيب بيب صابرين. بقول لك ايه يا كبير؟ خد لمة الورق اللي في ايدك ديت. وخد دول بالمره معاهم عشان ما انساش. شكرا. واتكل على الله. وقول للاستاذ مجدي بتاعك
ان انا مش هتاجر بعيني. اللي حصل ده قضاء وقدر، وانا والحمد لله راضي ومش هتعجزني. عارف ليه؟ عشان اللي هيعجزنا هو انتوا، الناس اللي بتلغوص في دم الغلابه من تحت لتحت. ها؟ عشان كرسي ولا قرشين ولا يتنجموا على كتافنا؟ فكك من الجو ده، اتكل على الله وقول للاستاذ صابرين ان احمد عينه راحت بس مش مكسوره. اللي تشوفه يلا. ما تخلص يا ابني، انت وقت بتحس على المكنه. انا ابتديت موظفه صغيره في مكتب وكيل وزاره، كنت اول واحده بروح شغلي واول واحده بروح. كان كل يومين انا اخلص شغلي بدري عشان اروح اعمل اكل لجوزي. كان عندنا بيت حلو قوي، كنت سعيده. تعرف كانت ايه اقصى طموحاتنا وقتها؟ ان احنا نجيب عربيه بالقسط ويكون عندنا شقه تمليك بدل ايجار. يعني طموحات بسيطه ومشروعه لاي حد، لغايه ما حصلت اول صدمه في حياتي وناقص التجديد متاحف. كنت في لجنه فضل المظاريف، قالوا يحطوها دي هبله بتاعت بيتها وتروح بدري. وقتها اكتشفت العمولات والرشاوي، ما سكتش وهما كمان ما سكتوش، هددوني. ولما ما قدروش عليا وصلوا عن سكه جوزي، اللي اكتشفت بعد كده ان هو واحد زيهم نفس النوع. وطبعا ضغط عليك عشان تسمعي كلام، مش كده؟ سمعت كلامه ومشيت وراه لحد ما هو كمان بعني لواحد من الكبار. واحد طلبني الجواز منه ودفع لي مهري. بعد ما قبض مهري طلقني وهاجر برا مصر. كنت عايزني اعمل ايه وقتها؟ امثل دور البطوله والشرف، ولا اقلب عليهم الترابيزه واخليهم يندموا على اليوم اللي غيروني فيه؟ ساعتها ما بقتش افكر في اي حاجه غير مصلحتي، وما بقتش اسمع كلام حد، ومسكت كل المفاتيح في ايدي. تحولت من انسانه بسيطه جدا ومحدوده الطموح واحدة تانية خالص طموحها ملهوش آخر. تعرف كانوا بيسموني بدل فريدة الوكيل فريدة توكيل، اللي برضى عنه بمضيله. لغاية ما حصلت الثورة جالي مندوب من الوزارة عشان أسلم عهدتي. افتكرت ان انا هسمع الكلمه اللي كنت مستنياها من زمان، دي مطلوبه للتحقيق. بس اكتشفت ان انا رايحه احلف اليمين عشان امسك الوزاره. طبعا كلنا عارفين حكايتك اتفرموا. لا بالعكس، دول اترقوا وترفعوا لاعلى المناصب وبقوا ظهري والحيطه اللي بتداريني. عرفت بقى ان انا دفعت الثمن عشان اوصل للي انا فيه. بس بعد ما عرفتك وسمعت كلامك حاسه ان لسه في امل عشان الحق ارجع زي الاول. هينفع؟
حبيبي، ازيك يا يوسف؟ انت جيت امتى يا دنايا؟ كنت واقفه مع ياسين بتحكي في ايه؟ ياسين؟ قصدك دلوقتي يعني؟ امال من اسبوع؟ ابدا، اصل هو كان دافع لي فلوس الكهرباء. هو يدفع لك فلوس الكهرباء بتاع ايه؟ ما انا قلت للراجل بتاع الكهرباء لما تيجي لو ما لقيتنيش خد الفلوس من نحلق او من ياسين. الناس لبعضيها يعني، ما جراش حاجه. قول لي يا حبيبي، اخبار مراتك ايه؟ مبسوط معاها؟ مفيش مره بتبسط، كله نكد. انا مساعه صحيه. عندك حق، المكان بالنهار فعلا حلو قوي. يعني ده على حسب مودك. انا عارفه ان مودي بقاله يومين مجنون شويه. ستاند باي للمعارك. معارك؟ معارك ايه؟ رئيس جنان مش عايز ينشر موضوع مهم جدا، لكن خايف محرج، معرفش بقى عنده حساباته. بس اللي انا عارفاه بجد ان الحياه اللي احنا عايشينها دي اختيارات، ولازم تتحسن في الوقت الصح. طيب ما دام الحكايه كده، يعني عملت ايه يعني في الموضوع اللي اتكلمنا فيه؟ حسمتيه ازاي يعني؟ الموضوع اللي انت كلمت فيه، الكلام اللي انت قلته عن عيلتك وعيلتي ومعانا وضدنا والكلام ده كله ما يفرقش معايا. اللي يفرق معايا هو انت. تقدر تقول لي ايه الفرق ما بين حياتي معاك وحياتي مع حد غيرك؟ مع حد تاني انا مش هبقى عايشه ايام بتاعتي وخلاص. معاك انت انا بعيش بجد يا ديبو، ما هو ده اللي انا محتاجاه. انا حكيت لك كتير عن حياتي وشغلي، واعرف حاجات كتير عنك، بس عمرك ما قربتني منك وحكيت لي عن بيتك وعن علاقتك بمراتك. سماح. هي اسمها سماح. وبقول لها موح. سماح طبعا من طبعي أرياني ومؤلفة عليا، زي ما تقولي كده مربية على إيدي من صغرها زي الوردة المفتاحة، بس اليومين دول بتدبل، يمكن بعد ما عرفت موضوع الخلفة حط في دماغي ان انا هسيبها وابعد عنها واني مش طايق اعيش معاها. الكلام ده صحيح؟ خالص. طب ايه اللي مزعلك طالما مش هتسيبها؟ اللي مزعلني ان هي شايله هم على الفاضي. اللي مزعلني اكتر بقى هي أول مرة تقراني غلط. لو هي شايف إنها هبعد عنها فعلا، يبقى بعد كل السنين والعشرة دي ما عرفتنيش كويس. فهمتك، بس أنت كمان لازم تفكر في ظروفها. فكرة الأطفال عند الأم تجوزها أصعب بكتير من الأب، يعني شوية بشوية لما تلاقي طريقة تعاملك معها رجعت زي الأول أكيد هتطمئن وترتاح وتتأكد إنك عمرك ما هتسيبها. ما هي المشكلة في شكلها اللي بتقابلني بيه، ده بيخليني أغير شكلي أنا كمان، يعني هي اللي بتجيب الروحة. أنت عايز تبقى أب؟ ما تعمليش فرح ليه بقى ان شاء الله؟ واخدني من الشارع ومستعر مني؟ ولا بقى دي تعليمات الست هانم بنتك؟ يا روح قلبي يا حياتي، اهدي بس. خلي مالهاش اي علاقه بالموضوع ده، بعدين انا عايز اقول لك على حاجه، هي ما اتجوزت يوسف ما عملوش فرح. ايوه، ما تعملش فرح عشان دي متطلقه وده تاني بختها، انما انا بنت بنوت. الله، يعني لازم يتعمل لي فرح؟ وبعدين انت عارف المتطلقه لا ليها قايمه ولا ليها مؤخر، تعمل فرح ليه بقى؟
انا بس بوريكي. بتوريني ايه يا شيمي؟ بتوريني ايه؟ وانا قلت بقى انك هتدلعني وهتفرح بيا وهتعمل لي فرح في فندق 5 نجوم مصر كلها تتحكى عنه. بلا وكسه يعني ينفع نبتدي حياتنا كده؟ يا حبيبتي يا روح قلبي فهميني بس، انا ما اقدرش اعمل فرح وانا في مركزي ده. الصحافه مش هتسيبني في حالي ويحاولوا يبصوا على النائب بتاع مجلس الشعب ده اللي ساب البلد تضرب تقلب وراح يتجوز، دول ما بيصدقوا. ماشي يا سياده النائب. علي انت فاهمه كده ان انا هفوتها لك كده من غير ما اعوضك؟ تعوضني ازاي يعني؟ الفلوس اللي كنت هعمل بيها الفرح فتحت لك بيها حساب في البنك ب100,000 جنيه هديه اول سنه جواز. ايه رايك بقى بجوزك؟ بجد يا شيمي؟ بجد يا روح قلبي شيمي. والله مبسوط. بس يعني اسالك سؤال، البنك بيدي 12% فايدة، أنت بقى هتديني كام فايدة على كل سنة؟ اللي أنت عايزاه يا روح قلبي. بس يلا بقى عشان أنا مستعجل أوي. ماشي. عايز حاجة عامة أنا نازل. يا زوزة. مالك بس في إيه؟ أنا عاوز أتكلم معاك كلمتين يا ميمي. أنا سربت البت موحة والواد رامي معاها عشان تجيب له شوية أرواح ولا بامبوني ولا كلام من ده عشان أتكلم معاك براحتي. خير في إيه؟ الواد رامي لازم يروح لأمه. ليه؟ قعدته هنا مضايقاكي في حاجة؟ لا بالعكس، الواد مالي علينا البيت وده اللي مخوفني. بجد يا ميمي ده اللي مخوفني. البت موحة بدأت تتعلق بيه طول ما هو قاعد في البيت ده، كتر ما هي هتتعلق بيه أكتر وأكتر. أنا خايفة يا ابني، لعب الواد طول النهار قدامها وشقاوته وطعمته وحلاوته معاها. البنت يعني متشحتفة عليه، أول ما هيسيبها ويمشي هتتعب، هتحس بحرمانها من الضنا. مين أنا أقول؟ أمي يا ابني وعارفة اللي بقوله لك ده معناته إيه. بلاش نضغط عليها أكتر من كده، بلاش. أنا كمان حاسس بسماح، لأن أنا حاسس زيها بالظبط، وأنا كمان نفسي في عيل، وأنا كمان خايف أتعلق بيه، بس لو أجي عليها طبعاً بلاش منه، بلاش منه خالص، سماح عندي بالدنيا، متخافيش. ربنا يخليك يا ابني ويطعمك ويحرمك ابدا، انت وموحة بنت قلبي. يا رب يا رب تطعمه يا رب وتحرمه يا رب. عقبال عندك يا استاذ. شرفت يا سيدي، شرفت. مبروك يا حبيبتي، مبروك يا جيجي. الله يبارك فيك يا ماما. مبروك يا روح قلبي. الله يبارك فيك يا شيخ. امال يعني بنتك ما جاتش ليه؟ ولا هي ناويه يعني تبتديها من اولها؟ تعمل ايه وتبتدي ايه؟ احنا مالنا عملنا دلوقتي؟ على رايك ملناش. مبروك يا شيني بيه، عقبال البكاري يا رب. ميرسي يا فندم. يا شيني بيه احنا مدينا الجوهره، حافظ عليها. انت بتوصين عليها يا عم عرفه، دي فعلنا الاثنين. او النعمه يا شيني بيه جوهره. وانت لسه عارف دلوقتي انها جوهره؟ طول عمري يا جيجي. مش يلا ياما تقوم بقى، انت عارفه الشوارع مليانه بلطجيه. طب مش واجب يتعشوا معانا برضو قبل ما يمشوا؟ لا هما كده متعودين يناموا خفاف، ما تخافش عليهم. سلام يا طب يا حبيبتي. يلا صباحيه مباركه يا رب. مبروك يا حبيبتي. ماشي. الف مبروك يا شيخه. الله يبارك فيك. يلا الف مبروك يا بنتي. الله يبارك فيك يا رب.